إذن تعريف الروت لوكس هو المحل الهندسي للكلوز لوب بولز. كيف بيتحركوا الكلوز لوب بولز؟ هدول الكلوز لوب بولز رح يبدوا يتحركوا. الكلوز لوب بولز تغيروا لما سكرنا السيستم، يعني احنا عمالنا بنقول كان عندي للاوبن لوب سيستم كان في له بولز اللي هم الروتس تبعين مين؟ الهي دي اوف اس، مش هيك؟ لو انا طلعت الروتس الجذور تبع الدي اوف اس، يعني قيم اس هون اللي بتخلي هاي القيمه زيرو فبتخلي القيمه الكليه انفينيتي اللي هي البولز، هدول القيم رح يبدوا يتحركوا لما ايش ببدا بزيد؟ كي. وانا هون عندي كونفجريشن نيجاتيف فيدباك، بالنيجاتيف فيدباك لما ببدا بزيد كي، كي بتبدا من اي قيمه؟ من زيرو، بتضلها تزيد بوزيتيف، كي دائما لازم يكون بوزيتيف انتجر والا راح يبطل نيجاتيف فيدباك. وانا ببدا بزيد كي، البولز تبعت هذا السيستم الكلوز لوب بولز راح يبدا مكانها يتحرك. حركه هذول البولز الرسم تبعها والخط اللي بيمثل هاي الحركه اسمه الروت لوكس. كيف بستفيد منه بنحكي عنه بعدين، بس هذا هو المحل الهندسي لهذول البولز. طبعا اذا عندي ثلاثه بولز راح يكون في عندي ثلاث خطوط بيتحركوا، مش هيك؟ مش هذول البولز راح يبدوا يتحركوا ثلاث خطوط. إذا عندي فورث اوردر سيستم راح يكون في عندي أربعة بولز عمالهم بتحركوا، إذا هذا المحل الهندسي. ناخذ مثال لسكند اوردر سيستم. لو كان عندي سكند اوردر سيستم عندي بول هون بول هون، هي تو بولز، ما فيش عندي زيروز. هلا راح يجي على الزيروز بعدين، ما فيش عندي زيروز. هذول البولز ايش راح يصير فيهم لما نبدا نزيد؟ كي؟ يعني لو أخذنا سكند اوردر سيستم مثلا واحد على اس سكوير زائد، هلا هذول ايش البولز؟ ريل ولا كومبلكس؟ ريل. اذا بقدر احطهم هون بسهوله، خليني افترض انه هذول واحد اثنين ثلاثه، فشو بكون الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم اللي له تو بولز؟ اس بلس ايش؟ 1 واس بلس. اشكرك يا فندس. هي صار عندي هذا الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم. هذا السيستم لما كان في الاوبن لوب هيو قلت البولز الاثنين هذول اندر دامب ولا اوفر دامب ولا كريتيكلي دامب هذا السيستم؟ اوفر دامب، مش هيك؟ اوفر دامب، ما فيش في دامب، ما فيش عندي هون او يعني فيش عندي اوفر شوت، ما راح يصير عندي اوفر شوت بحاله هذا السيستم. هلا شو عملت بهذا السيستم؟ حطيت هون كي، وكي راح تبدا من زيرو، وعملت هون نيجاتيف فيدباك، كلوز لوب نيجاتيف فيدباك. البولز التنين هذول للسيستم هذا راح يبدوا يتحركوا. كيف بقدر اثبت شو بصيروا القيم الجديده؟ كيف بقدر اطلع شو صارت البولز الجديده لهذا السيستم؟ لو انا اعطيتك قيمه كي شو بتعمل؟ بتعوض قيمه كي، تضرب كي في هذا، والترانسفير فانكشن تبعت النيجاتيف فيدباك كلوز لوب سيستم هي عباره عن ايش؟ عباره عن هذه الكميه مقسومه على واحد زائد هاي الكميه، ما فيش عندي اتش اوف اس هون، قديش اتش اوف اس هون؟ واحد. اذا هاي الكميه مقسومه على واحد زائد هاي الكميه بتعطيني الترانسفير فانكشن الجديده، ببسطها، بطلع المقام تبعها، وبعدين شو بعمل بالمقام؟ بساويه بزيرو، بطلع الروتس، شو بيطلع معي؟ مكان البولز الجديده اللي نجت عن ايش؟ عن وجود كي جديده. شو راح يصير في هذول البولز من الخبره تبعتنا؟ راح يبدوا يتحركوا باتجاه بعض، اذا السيستم عماله بيتحرك من اندر دامب من اوفر دامب عفوا، ايش عماله بده يصير في النهايه؟ لما التو بولز يوصلوا هون شو صار السيستم؟ لما انطبقوا البولز على بعض ايش صار؟ كريتيكلي دامب. اذا انا بامكاني بس بتغيير كي، انا ما دخلت فانكشن فيها اس، بس بتغيير كي شو عملت بالسيستم؟ غيرت الكاركترستكس، غيرت البيهيفير تبعه، مش هيك؟ اذا انا بزياده كي بس، وكي كونستنت ما فيش فيها اس، هاي مش فانكشن اوف اس، هذه بس فاليو كونستنت واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، بديت ازيد هاي قيمه كي، عند لحظه معينه صار السيستم الجديد هذا المغلق، وين صاروا البولز التنين تبعونه؟ طبقوا فوق بعض. هاي الحاله بسبب السيمتري هذا صحيح. هذول المسافتين متساويتين، فهي المسافه هي منتصف مسافه ما بين اثنين. لما التنين انطبقوا في بعض شو صار السيستم؟ كريتيك دام. بعد هاي النقطه ايش راح يتحول؟ راح يصير اندر دام، فراح يصير البولز التنين هذول يتحركوا بهذا الاتجاه. هذا مثال ثاني. طيب انا شو استفدت؟ شو استفدت اني حولت اوفر دام سيستم لاندر دام سيستم؟ شو بيمثل لي هذا من ناحيه واقعيه، من ناحيه عمليه في كفاءه؟ احسنت الرايز تايم. احسنت الرايز تايم تمام. اذا لو انا كان عندي سيستم والسيستم كنت ادخل عليه ستيب وكان هذا السيستم اوفر دام، كان هيك الريسبونس تبعه، حولته صار كريتيكلي دام، وبعدين حولته صار فرضا افرض انا وقفت عند النقطه هاي، شو صار السيستم عندي؟ هون اكيد شو صاروا الروتس البولز تبعهم؟ ايش لازم يكونوا صاروا البولز؟ هون كانوا ريل، هون ايش صاروا؟ ما بديش اقول ايماجينري، ايماجينري يعني كانهم على الاوميجا على الجي اوميجا، ايش لازم؟ كومبلكس.
صاروا الرودز هلا هون عندي كومبلكس مثلا وقفت هون او وقفت هون، شو اللي حسنته بالسيستم؟ حسنت الرايز تايم، اكيد الرايز تايم تحسن، في طبعا دفعت الثمن وصار عندي اوفر شوت، بس هذا الاوفر شوت مقبول اذا حسنت انا الريسبونس تبع هذا السيستم. هلا نيجي نسال السؤال، تيجي انت بتقول لي السؤال هون انا بدي اوفر شوت معين، الاوفر شوت هذا اخذناه احنا بالترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن، كيف بقدر الاقي مكانه؟ الاوفر شوت هذا ايش بقابله هون؟ ايش كيف بقدر ارسمه هون؟ لو انا عندي قيمة اوفر شوت مقدارها مثلا 5% شو بقدر احولها؟ زيتا اوميجا. لا؟ زيتا اوميجا. لزيتا؟ بحولها لزيتا، مش هيك؟ مش بقدر احول الاوفر شوت لزيتا، عندي المعادلة، وإذا حولتها لزيتا شو بقدر احول زيتا لايش؟ لا؟ لبيتا. أشكرك يا عبد الله، وبيتا عبارة عن زاوية مش هيك؟ فبرسم هاي الزاوية. كل النقاط، كل البولز اللي واقعة على هذا الخط، وطبعا في خط ثاني بيقابله هون بنرسم بس واحد، بس هم خطين. كل النقاط اللي واقعة البولز تبعتها واقعة على الخط هذا والخط هذا، شو بتتشارك؟ بأي ميزة؟ إنه إلها إيش؟ نفس الأوفر شوت. كل النقاط، كل السيستمز، لو فتشت على كل السيستمز اللي إلها بولز على هذا الخط، طبعا البول ما راح يكون بول هون وبول هون، لازم دائما يكون كومبلكس كونجيجيت بير، شو يكونوا؟ دائما تمام، مش هيك؟ الريل بارت اللي هم نفسهم. كلهم هدول بتشاركوا بميزه ايش؟ انه الاوفر شوت تبعهم له نفسه، لانه بيتا لهم نفسها، ولما بيتا لهم نفسها معناها زيتا لهم نفسها، واذا زيتا لهم نفسها معناها الاوفر شوت لهم نفسه. اذا كل النقاط، بس انا مين النقطتين اللي بقدر انا اجيبهم هون بهذا السيستم؟ اللي على اللاين تاع هدول بيضبطوا معي، هدول بيحققوا الشرطين، هدول بيقعوا على الروت لوكس تبع هذا السيستم. إذا بيقعوا على الروت لوكس تبع هذا السيستم معناها ايش؟ معناها في فاليو لكي، شو بحقق؟ في فاليو معين لكي بحطه هون بحيث اني بغير كي، بحيث انه السيستم هذا وين بوصل؟ بصيروا البولز تبعته الكومبلكس كونجيجيت بير تبعه هون، وبنفس اللحظة شو الشرط اللي بحققه الثاني؟ له البيت المطلوبة، له بيت المطلوبة اللي هي زيت المطلوبة اللي هي الاوفر شوت المطلوبة، إذا هي طريقة ديزاين مش هيك؟ لقينا بطريقة معينة جرافيكلي بالرسم، لقينا بالرسم جرافيكلي قيمة كي اللي بتحقق لي اوفر شوت معين، طبعا بتحقق لي رايز تايم، طبعا الاوفر شوت والرايز، انا حسبت هون الاوفر شوت، ممكن كمان ارسم خطوط معينه اعرف الرايز تايم تبع هذا السيستم.